يا الله، السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، صحة وعافية إن شاء الله يا رب على الجميع. كل الحب والاحترام لكم يا غالين. طبعا أرجو المعذرة يا شباب، هاليومين ترى وضعيتي تعبانة، يعني وضعي الصحية، وإن شاء الله ماكو شيء، وبين انشغالات منا ومنانا، والحمد لله وشكر على كل حال. مشتاقين لكم، مشتاقين لتعليقاتكم الحلوة، مرتاحين إن شاء الله. شباب، مثل ما نوهنا سابقا، نقول لكم دائما على الرطوبة 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 الرطوبة، ندقوا النوح على الرطوبة. الرطوبة هواية تؤدي شغلات كلش هواية تؤدي لها يعني سلبية، تمام؟ حاول ارفع مناعة الطيور على مود تكون ماكو طريقة عندك. حاول هم رتب شغلة رفع المناعة، الكالسيوم، القملة، الديدان، لأن النقاط المهمة. يكون أكلك نظيف على مود لا يؤدي كنكر ما كنكر أو تسممات داخل البطن. فحاول اعتني بالحمام بخصوص الأمطار اللي الأجواء التعبانة نقدر نقول عليها. طيب والله، طبعا راح اقصف باحد اخوتنا، اكو شخص من اهالي الديوانيه، هو تحياتنا للعلاوي الذهب. صارت يعني شغله بينه وبينه، هسه راح اسولف لكم اياها، بس خلوا اعطوا ماي للطيور واكلوا ونسولفها. اي شبابنا، طيبه الشغلة ما بيها، يعني هي شغلة طبعا هي هم بيها فالدرس حلو، وبيها يعني بيها عبرة. الولد دزيت لي يمكن 3 زواج بوقتها، زوج من الفيرسبوريات ذن العراق مالتنا بعيون السود القديم، اللي اغلب اخوتنا الجناية يسمونه شمعي، الشمعيات تعرفون، يعني حمام قديم عندي، يعني كلش قديم عندي. ودزيت له من الرسوس القديمة العراقية مالاتي، لأن هو من محافظة الديوانية، تعرفون أهل الديوانية شوي هناك، يعني الجناية بيها أبطال هواية، فكل الحب والاحترام لكل محافظاتنا، كلها أبطال إن شاء الله. فهو يعني شغلة بزامط، ومن المتابعين هو وعمه والبعض من الأصدقاء. ترى أنا من أسولف يعني للطيفة، ها للطيفة، مو أسولف والله يعني لو شايل بقلبي لو هو شايل بقلبه، لا بالعكس، الولد علاقتي بيه طيبة، كلش طيبة، يعني خلصناها على محبة حلوة كلش. يعني المهم بس إن شاء الله هو هم راح يعلق لكم، وإذا يعني هاولك نزل عافية. والله البارحة طفرت عدة مننا أنا طيرة، وطيرة جواها زق، اللي تكت لك جواها زق، طيرة عدلة صعد تيم عود أم الغيرة مروتك نزدي، طلعت لها فحلها، صعدت لها الطيور هنا نزدي يم عودة للعصر، هي بقت فوقاي بالأخير، قالت لي سلم لي، وما حد خابرنا لحد الآن، هي بحجلي يعني باسمي، طيرة من الرسوس الحلوة يعني. المهم ها علاوي قال وصلني الحمام، عاشت ايدك ابو مصطفى. وهاي بس ذني الزوج من عتن كراسات، شلون كراسات علاوي؟
طبعا يا شباب انتم تعرفون الرس القديم. طبعا من مميزات الحمام القوي والحمام البطل انا اعتبره ان يكون انا سابقا مسولفها لكم، قلت لكم ان يكون يعني مكرم السامع وجهه، ان يكون وجه الكلب. تتذكرون هاي الكلمة القديمة، ان يكون وجهه مخيف. وجهه مخيف، اكو فرق بين الكراس، واكو فرق بين المستورد، واكو فرق بين الحمام الرس العراقي القديم مالتنا، رسنا اللي 2008 والتسعينات، هاي اجيال احنا قاع نبزر من عتها، اجيال قديمة، يعني حمام رواد قديم، مو نقول حمام هسه. أنا قبل شوية وصل السائق وقلت هم خل أسوي بهم حلقة، أسوي بهم حلقة طبعاً هذا الطير الأول سوقف لنا عدل، هذا الطير العراقي مالتنا اللي هو قبق، هذا هذا العراق مالتنا، هذا الطير الأول. هي هاي تك طيرة وهذا فحلها نفس البيضة، نفس البيضة، نفس البيضة. هسه هم راح اراويكم الكراس، هم عندي كراس انا بس راح اراويكم اياه. هذا فحلها اخوها نفس البيضة، نفس البيضة، بس حمام بطل، هذا حمام من اقله بطل، حمام بطل عراقي قديم، جنح مقفر، ريشة عريضة. هذا اخوها هذا أخوها، هنا ذن طيرة وفحل، وهذا رس الملبوخ مالتنا، رس الملبوخ ذن من بنات الزعيم، ذن من بنات الزعيم مالتي العراقيات القديمة. ذن بالمطيار، ذن قفل، ذن قفل، يعني هو من خابرني وقال لي اريد استبدلهن، يعني عيد، يعني هي مو مساله انا عيني وراهن لو شي، لا قسما بالله الطير اللي يطلع هذا انتهى، انتهى وضعيته الطير اللي يطلع. هاي الريشتين اللي تكون بالذيل الطوال، يمتلك جنح عملاق، جنح عملاق، وهاي من احفاد الزعيم، من أحفاد الزعيم. تمام، هذا الفحل وهاي طيرته. دائما تكون الطيرة، تكون الطيرة أكثر من الفحل، تكون طيرة أكثر من الفحل تقريبا. هاي الطيرة، هذا الحمام الرسوس القديمة العراقية، يعني ماكو اشكال بينه وبين الولد، يعني او اشكال صعب لو شيله هاي، لا ابدا بالعكس. هسه اراوي لك راس، راح اراوي الجولدن على التيدي، واراوي الجولدن على الكمنجر. ما عندك راس، المشكلة ما عندك راس بالسطح، عندي بيور اي هذا السخة عشرة، هذا السخة عشرة، هذا الحمام البيور،
هذا ما يتكرس، أنا ما أكرسه، ما أكرسه. هذا من الحمام السابق اللي أمهاتن تقريبا كذا كذا ورقة صارن عليه، تمام؟ هذا الجولدن زيرة بيور، كله بيور. يعني شراويك بكراس يعني هاي الطيرة كراس، هاي الطيرة كراس، كراس المستورد مبين ذاك وين. كراس المستورد مبين واضح من ثوبه، من كل شيء، من ضعفه، من بنية جسمه يكون رفيعة، كلش رفيعة بنية جسمه، رفيعة. ها شوفوا، تكون بنية جسمه رفيعة كلش. هذا فقط كراس بسطحي. نرجع لكم، فكل الحب والاحترام لك أخ علاوي، وإحنا ماكو كلش كالب بيناتنا، بالعكس تبدلت له، طلعت حمام عراقي طبعا، طلعت من ال خليني شوية أكلن قدامكم على مود تكون متعب المشاهدة شوية. المهم يا شباب، هسه علاو يضحك يقول لك هاشم السعد نزل فيه فيديو، لا بالعكس، لا والله بالعكس، بس حبيت أعرفك الحمام العراق الرسوس القديمة، الرسوس القديمة إن تكون شوية مخيفة، تكون مخيفة بخلقها، يعني فنتمنى على التوفيق أخ عزيز، وما يكون خاطره إلا طيب. فكل الحب والاحترام إليه والعمه والأصدقاء، ويشرفني أن أتعرف يعني على متابعين أكثر وأكثر، مو إلا والله من يأخذ منه حمام أو شيء أو هاي، لا بالعكس. خنشوف اليوم بلكة الله عندنا معلومة شيء نتذكرها. والله إحنا أهم شيء ندقق على شغلة الرطوبة يا شباب، الرطوبة الرطوبة، دقق على الرطوبة، على التثبيت، التثبيت الصحيح، تثبيت الحمام إذا كان صحيح أنت هنا أنتجت حمام صحيح، أن تكون الحمام صحاوة 100%. فكل ما تتعب للحمام كل ما الحمام يعطيك إبداع أكثر وأكثر، تمام يا غالي؟ ما تتعب على الحمام لو مهما يكون، مهما يكون تعبله، تعبله شوية، تعبله خاصة طريقة تثبيت الفرخة. إذا ثبتت الفرخة بصورة صحيحة لأن أنت اشتغل الصح للحمام. وأنا متأمل هاي الطيرة اللي راحت من عندي البارحة، خنقتني والله، خنقتني، يمكن أول البارحة لو البارحة ما أتذكر. المهم والله هي طيرة جوا هسه فقست فرخات، هسه فقسن فرخاتها خطية، وانا طيرة شارع عليها سابقا، انا اعرفها غثيثة هاي الطيرة، غثيثة هي وفحلها، اذا طارن ماكو، قسما بالله، قسما بالله اطيرهن الساعة بالسبعة الصبح، جنت النزول مالتن بالخمسة العصر، انا اعرف نزولهن، انا اعرف نزولهن.
امها عيون السود. والله ابطال ابطال، بس ما ادري يعني سبحان الله ايش طفرها ايش صعدها. هسه هي بقت فوق سطح الطائره تقريبا بالساعتين انا متابعها، بقت فوق سطحها، بقت بقت بقت، بس شافت السطح مو الها، شافت السطح مو الها لان بيت جديد، بيت جديد، ولذلك غادرت. بدت تختفي تختفي شوي شوي بالصعود، لما اختفت تعرفون الطيره اللي جواها زق تطلع تطلع مخبله مخبله، لازم ان تحصل، تريد لها تريد لها بس اكل. وأجل مدري شكله بويا بس خلي أعطي شو اسمه أكل للخانات على مود شوي أرتاح بعد أسولف براحتي، بس خليهن يلا بالأخير من نختم الفيديو. سبحان الله الطيرة اللي راحت أخت هاي، أخت هاي الطيرة أختها، أخت هاي هم من بنات من بناتها أختها. أقول لك شلون بالله الخلف ما مات، الخلف ما مات. ما يضيع ما يضيع عندنا رس، خليه يروح الطيرة يستشهد من عنده. يا حلاتها مال شاي، خل نروح نجيب لنا قلاص شاي ونجي. اي شباب الطيبة رجعنا لكم ويا القلاص الحنين. كانت عندي كان عندها حمام، يعني حش السامع هي كلمة عابرة، يقول له يقول له حش السامع تفلى ما تفل عليه، لا خلقه ولا أخلاق. بس من ترجع من ترجع الأمر الواقع، إحنا نبحث على شيء اسمه محرك. الطير إذا محركه مضبوط 100% أنا بعد شي يفيدني اللون، هو الطير إذا طار، الطير إذا طار، الطير بس إن فتح باب البرج هذا اعتبره مو حلالك، اعتبره مو حلالك، مو الدور إذا طار، مو الدور إذا طار. فهذا يأكد لك بأن أنا مو إلك. بس إيش تبقى؟ تبقى بعد اعتناء الطير واعتناء المربي واعتناء الخدمة للطير. هنا انت راح تحصل، راح تحصل نتيجة كلش راقية. فاللي عليك، فاللي عليك ابحث على شيء اسمه محرك جيد، ابحث على محرك جيد على مود تتونس انت، تونس وترتاح بالمطيار مات الحمام. صعد قلاصة شاي يمك يا قلبي وتونس، وما باقي بالدنيا ترى، كلها ايام معدوده والله، كلها ايامنا معدوده، خلنا نقضيها بحب واحترام موده حلوه.
إطلالات جميلة، كلام نقي. طبعا عندي فرخات، خلي اروح ذكرتن على مود احجلهن لين حجول ولاديه. فرخه بدت شويه، ها ترد روحها على كم بعد كم يوم، على مود ارتب لكم حلقات، ارتب لكم الحلقات مالاتها. ابيع عمر اللقح الفرخه، ابيع عمر. ولو هسه يعني شبابنا الطيبه، يعني هسه مع كل الاحترام، انا جربت ذيك الفترة جربت بيها لقحت حمام، وكو قسم أنا متعمد ما لقحته، قسم تعمدت ما لقحته، قلت خلي أشوف شين هذا، أنا مضحي بيه هذا الحمام، خلي يموت، خلي يضرب، خلي يصير بيه حش سامع مرض أو شيء، الله يشفيكم الشر. فسبحان الله، أكو حمام عنده ضرب من اللي لقحتهن، واللي ما لقحتهن ما ضربن بيهن. بس هنا تتبع رفع المناعة، انت اهم شي ترفع مناعة الطير رفعة قوية، اذا رفعت رفعة قوية فانت هنا استفاديت، ويمكن قد هو شوف اللقاح مهم، بس بهذا وقتنا يعني انا ما اعتقد راح القح يا شباب، انا راح اضحي بحمامي وقدامكم والله العظيم ما راح القح، لان ذيك الفتره تاثرت حيل بيوم اللي لقحت وضرب الحمام اللي لقحته. زين من نرجع للقاح، اللقاح انا جايبه من ارقى اللقاحات اللي جايبها، لقاح ثلاثي يعني ما يقارب سعر بقته يعني 50 لو 60 الف دينار، يلقح لي 20 طير هاني، وضرب الحمام عندي. يعني شنو الفائده؟ خلي نكون على بينة. أنا قاعد أقول لكم اللقاح رقم واحد للحمام للفرخة، بس أنا هاي الفرخة يمكن ما راح ألقحها، هاي الفرخة اللي إن شاء الله هسه راح تطلع عندي ما راح ألقحها، راح أشتغل عليها، بس رافع مناعة، مكملات غذائية عيني، بس هذا اللي راح أشتغل عليها، أما شغل ثاني ما راح أشتغل. طبعا شكرا للمتابعين على اتصالاتهم وياي، يعني قطعت يومين مدري 3 ايام عن القناة تباوي، يعني ما شاء الله المحبة كلش حلوة من المتابعين، الله يحفظهم ان شاء الله، الله يحفظهم. فضل من الله، الحمد لله وشكر، هاي نكسب محبة الناس واحترامهم إنا وكلمتهم الطيبة، هذا شرف والله العظيم، شرف أنا أعتبره شرف إلي، أن هكذا حيوان يعرفنا على شخصيات جميلة جدا، يعني بغض النظر عن الأشخاص الواصلة والثقافات اللي عندهم، يعني أتحدث لكم بشغلة يعني كلش حلوة، اللي هي يعني قائد من قادة العراق الأبطال، يتداول كلام بينه وبينه طيب، يعني من أجلكم قائد وتعرفونه كلكم ومعروف على مستوى العراق ومستوى العرب كله، قائد من قادة العراق، يعني ذاك الكلام الطيب اللي يندار بينه وبينه. شوف يعني شوف تربية الحمام مش قد حلوة، من غير الدكاترة ومن غير
غير المهندسين ومن غير أصحاب الشهادات العليا ومن غير المحامين. فأقول الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. يعني المهم يا شباب، طبعا ذن 4 فرخات، ذن الزوج 0-3-0، وهذا يسيحوا له كراثي احمر، كراثي 3 حفاي ومكعاكيل، يعني كلش حلوات، مناقيرهن بيض. وهاي ان شاء الله اذا صارت القسمه مثلا الواحد ادزل هي ببلاش، انا ما محتازن، بس هو صديقه هناك و شلب لي عليهن، قلت له يابا ترى اعطيهن، قالت لي تعطيهن انا هم شطتك اياهن، قلت له والله اعطيهن لين انا شويه بعدني. يعني خبر حلو وخبر مو حلو يا شباب. الخبر الحلو خطير، فكتاية قاتلها البريد وجوعانة دتعايك لي. المهم هذا من يخلص كأنما مغذي، مغذي وخلص عليه. دائما نعطيهن لب مع الصمون يا شباب، خلي ياكلن لب مع الصمون، صمون كله خميرة واملاح، يعني يرتاح الطير راحة مو طبيعية. مو بس أكل، مو بس أكل، وين كان موضوعنا؟ وين وين؟ طقنا جقارة والله كريم. هم بيفائدة، كان السطح منقع ماي. هسه تعرفون انتم الطيور تطير منا ومنا، تطير منا ومنا، نشفت الأرضية، نشفتها. والله عمر طال يقول لك الطير ما بيفائدة. من ذن الصفر، وذاك الزواج لهم وياهن، ذاك يا هذا الزواج لهم هم رده طلعه ما ريده، فاللي يريدن ببلاش يا الشباب ذن، ما محتاسن. هاي الطيارة خلتني كل ساعة باوع على السماء، بس ترجع لي، أوعدكم ترجع لهاي الطيارة، أوعدكم معد ترجع لي، لأن حمامة وعرفة، حمامة وعرفة، أنتم موجودين وأنا موجود. طبعا جبناهن على شغلتين قلت لكم، حلوة ومو حلوة، او ما سولفن ذني، لا والله خليهن بعدين، يريد لهم حلقه، يريد لهم حلقه كامله. اهم شيء اليوم ننزل لكم فيديو، لان تستاهلون، مخابراتكم كفت ووفت، واسئلتكم كفت ووفت، راقين بمعنى الكلمه. رب يحفظكم ان شاء الله، ونجيكم فيديوهات قادمه ان شاء الله، للمعلومه، للاسئله اللي يطرحونها نجاوبكم عليها، وإذا عندنا معلومة مثلا جيدة نقدمها بدون ما أن تسألون عليها. ها
ربي يحفظكم. ومشاهدة ممتعة. أخوكم المريض هاشم الساعدي. تحياتي لكم. إن شاء الله ماكو شيء اسمه مريض. لا والله إحنا ما دام عندنا قوة بدنية قوية وما نشكل واحد، فضل من الله ما أشكل واحد. والمو حلوة البية ما عالج نفسي والله العظيم، يعني أتخربط أتأذى قحة على شيء تتعرفون بعد شراب جقاير شاي وجقاير عيني. والله ما أهتم بروحي من كثر ما أهتم بالحمام، ما أصرف على روحي من كثر ما أصرف على الحمام. أش عبالكم مثلا الحمام بي تجارة بي ربح؟ لا والله غلطان، أكبر واحد غلطان 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 اللي يقول لك الحمام بي فلوس، كذاب ما لك علاقة. قدز إلي قل هاشم السعد يقول أنت واحد كذاب، ما بي والله ما بي ما بي صدقني ما بي لا الحمام بي ربيح ولا شيء. لأن أنت الأكل مالتك تجيبه كله بالمية وخمسين مية وثلاثين مية وخمسين، هذا أسعاره يعني تقريبا كل أسبوعين ثلاثة أسابيع أو شهر 150 هاي بس للحمام. زين علاجاتك مكملاتك تعبك مدري ايش، تجيك الزوج مالته هو كله بخمسين خمسين يكتر روحه. طبعا الاخوة اللي قلت لهم على خمس زواج معروضات يا شباب، انا عرضن خمس زواج يعني لين خمس زواج، عرضن الزوج على 30,000 حمام عراقي من ضمنهم زوج واحد كراس. يعني البعض من الأخوة يدخلوا لي يقولوا أريد لزوج واحد، أنت مو قلت بثلاثين، أنا قلت لك على خمس زواج، قال لك على زوج واحد. لأن تور بس ناسيات حرامات. كل الحب والاحترام لكم، نتمنى لكم الموفقية يا رب. أخوكم هاشم الساعدي، مع السلامة يا طيبين.